السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة إنسايد أكواريوم، أهلا وسهلا ومرحبا. استكمالا لسلسلة فيديوهات دليل التسوق من محلات أسماك الزينة في مصر، هنتكلم النهاردة عن العملاق الحاج محمد حلمي. أنا كان المفروض أبدأ بيه السلسلة بتاعتنا، بس الظروف ما سمحتش لأني ما كنتش مجهز الماتيريال بتاعه. وليه بقى أنا بقول كان المفروض أبدأ بالحاج محمد حلمي؟ وده عشان محمد حلمي أكبر تاجر أسماك زينة في مصر، وده بشهادة الجميع وبالتجربة العملية. قبل أي حاجة نبدأ الفيديو بتاعنا بكلمة مميزة للحاج محمد حلمي، وبعد كده نرجع نكمل الفيديو بتاعنا مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايف جديد سعيد عليكم يا رب، وعلينا وعلى كل حبايبنا وكل زبايننا وكل إخواتنا وكل محبينا وكل موردينا. برضو زي ما احنا بنقول دايما، احنا بنحاول نسابق الوقت، بنحاول ننقي افضل حاجة من افضل مورد، بنحاول نفاضل بين الموردين، بنحاول نعمل حافز لكل مورد. يعني اي مورد بيجيب لي سمك وبرفض ان انا اخده ما يزعلش، يعني ده انا يعني بساعدك ان انت تبقى يعني بيرفكت في شغلك. اي حد بيجيب لنا زرع ومنرضاش ناخده او الكلام ده ما يزعلش، ان انا برضو يعني بجرب. في ناس بناخد منها زرع بيتعب، في ناس بناخد منها زرع بيستمر، في ناس بتشتغل على الزرع بتاعها، بتبذل مجهود عليه، بتجيب الزرع بعد ما تقصه وتركنه وتبدأ تعقله ويبدأ يجدر عندها. الناس دي اولى باللي احنا نهتم بيها وندعمها ونقف معاها، وهي احق بصراحة. الفترة اللي فاتت كان في يعني انتاجية زرع ضخمة، يعني احنا بنبدأ دلوقتي نهتم بالكيف مش بالكم. ما بنحاولش نجيب كميات كبيرة، ولكن بنحرص ان اللي ياخد من عندنا زرع ان الزرع يعيش عنده ويبقى سيرفايفر، يعني يقاوم عنده الظروف اللي هو لسه مبتدئ والكلام ده. اللايف النهاردة بعنوان دليل التسوق من عند حلمي. طبعا يعني الفترة اللي فاتت احنا ابتدينا سلسلة من العروض، وكل الناس ابتدت تعمل عروض، وانا كنت برضو براقب السوق عن كسب. يعني بتمنى التوفيق للجميع، وبرضو زي ما بقول لكل اخواتي اصحاب المحلات هنا في مصر واسكندرية وكل المحافظات، سوق بضاعتك بالطريقة اللي تعجبك، ما تسقش لحد. الوقت اللي انت ممكن تكتب فيه بوست تضايق فيه حد، اكتب بوست ترويجي لسلعتك، اشتغل على نفسك، طور، شوف الخلل عندك فين، ابدأ عالج نفسك بنفسك، يعني عالج البوادر الدروبات اللي عندك، هتشتغل وهتبقى كويس وربنا يوفقك ويوفق الجميع. ليه احنا قلنا ليه دليل التسوق من عند حلمي؟ انت لما بتخش وتقول يا جماعة انا لسه سوري في الكلمة يعني غشيم في السمك او معرفش، احنا بنستغل الفرصة دي ان احنا بنقدر نعلمك صح، وانت بالنسبة لنا بتبقى صفحة بيضة، بنحاول نبتدي معاك من الصفر. عندنا استاف دؤوبين وعندهم صبر ايوب. الشغلانة دي يا جماعة والله اصعب من صيد السمك، يعني احنا منتهى السعادة لما بيبقى السمك عيان عند حد ونديله مثلا دواء من عندنا وتخف، قسما بالله اكني لقيت 1000 جنيه في الشارع. الواحد بيفرح لما حد يكلمني ويقول لي الله يبارك لك السمك كان تعبان وراق، الله يبارك لك انت اديتني اكل للسمك ما بيعمليش مشاكل، الله يبارك لك انا بستنى اللايف من الاسبوع للاسبوع. يعني ده يعني
ربنا يعين كل واحد على بلوته بقى. هي احنا مضروبين بسمك الزينة، هنعمل ايه يعني؟ ما يعني بص، ادمان هنعمل ايه؟ الحمد لله ان احنا مش مدمنين حاجة وحشة، يعني احنا كلنا اخوات لبعض وسند لبعض. اي حد يحتاج اي حاجة في اي وقت انا تحت امركم، بجد مش بهزار. احنا بنعمل سبورتنج لبعض، بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نقف مع اي حد، ندعم اي حد، اي منتج عنده سمك كويس نحاول ان احنا ناخده منه، اي منتج عنده زرع كويس، شريمب كويس، اي حاجة مواصفات كويسة بالعكس لا بن واسألوا الناس اللي بيجيب لنا الزرع، والناس اللي بيجيب لنا الجمبري، الناس اللي بيجيب لنا السمك. اي وقت اي حد عنده سمك زهق منه عايز يبدله بسمك تاني، احنا بنفعل الخدمة دي على طول، خدمة البدل، بشرط ان السمك طبعا يكون حالته كويسة وفي سن البيع، ان احنا ما عندناش، احنا كمحل هنا ما بنربيش. بشكركم ويعني بتمنى ان انتوا تكونوا في خير. نرجع نكمل كلامنا بقى عن الحاج محمد حلمي والمعرض بتاعه. ما ينفعش تروح عند الحاج محمد حلمي وتدور على سمكة معينة وما تلاقيهاش، سواء في وقت الرسالة او غيره. انا اللي اعرفه ان الحاج محمد حلمي عنده بطاقة استيرادية، بس هو ما بيستوردش، هو بيجيب شغله عن طريق مستوردين تانيين في مصر. والنقطة المهمة بقى ان محمد حلمي مش مجرد تاجر عادي بيشتري السمك وخلاص ويعرضه عنده في المعرض بتاعه للبيع. محمد حلمي من الناس اللي بتقرأ كتير، وهتلاقي عنده كتاب اطلس الخاص باسماك الزينة، وده كتاب بالانجليزي وكتاب ضخم جدا وقديم، وده مش اي تاجر ممكن يعمله غير تاجر بيخاف على سمعته وبيحب مهنته جدا وبيهتم بكل تفاصيلها. وبالتالي لما بتروح عنده وتسأله على اي معلومة هيفيدك عن معرفة جيدة، مش حد بيفتي وخلاص. وهتلاقي محمد حلمي بيهتم جدا الى اقصى حد ممكن انه يجيب افضل جريد ممكن للسمك، وبيتواصل بنفسه مع المزارع برا مصر، وطبعا بيحكم الامكانيات المادية للمشتري. محمد حلمي ما بيجيبش اي معدات وخلاص، يعني مثلا سخان الار اس الموجود في السوق حاجة، واللي عنده حاجة تانية خالص. معروف طبعا ان سخان الار اس سيء السمعة وبيسبب مشاكل كتير في الاحواض. محمد حلمي تواصل مع الشركة وطلب منهم جريد اعلى من اللي بيجيبوه في مصر، وفي نفس الوقت يكون بسعر مناسب يساوي سعر الهيتو قبل ما يغلى، عشان دلوقتي الهيتو زي ما احنا عارفين سعره معدي 300 جنيه واكتر. طبعا المعاملة الممتازة للهاوي والعروض المتميزة دي من اكتر الحاجات اللي بتميز الحاج محمد حلمي. هو على مدار السنة عنده عروض على الاسماك الموجودة بالمعرض، وبيبقى عنده عروض خاصة في المناسبات، وخاصة في شهر رمضان الكريم عروضه بتبقى رهيبة. مكان المعرض ممتاز جدا ومناسب لاغلب الهواة، وده عشان المعرض قريب جدا من محطة مترو الدمرداش، تنزل من المحطة وتتمشى 5 دقايق تبقى عنده. وانا طبعا هسيب لك اللوكيشن بتاعه في الوصف اسفل الفيديو، وهسيب لك برضو لينك الصفحة بتاعته. الحاج محمد حلمي كان الاول بيكتب على الصفحة بتاعته كل انواع الاسماك المتاحة بالمعرض بالسعر، وده كان تقريبا اسبوعيا. دلوقتي بقى عمل حاجة افضل كتير، بقى بيعمل فيديو لايف كل خميس من المعرض بيوريك كل الاسماك المتاحة عنده في الاحواض بالسعر بتاعها مع عروض اسبوعية. وكمان بيختار 10 أسماء من الهواة اللي حاضرين معاه اللايف عشوائيا ويديهم هدايا أسماك وغيره. الملخص، محمد حلمي اسم له تاريخ في أسماك الزينة، ما ينفعش أي هاوي مبتدئ أو محترف ما يعديش عليه. محمد حلمي تاجر بيساعد جميع الهواة بكل فئاتهم بتقديم جودة محترمة ومعلومة مفيدة. وهنا يكون الفيديو بتاعنا انتهى، أتمنى أكون وصلت لكم معلومة مفيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.